الخامسة من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أهلا بكم. وإلى العناوين: الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية. في ختام جولة بالإسكندرية والبحيرة، رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع في المشروعات الزراعية والحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. الأخبار بالتفصيل. وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية، مشددا على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة للمدينة التاريخية. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين. تناول أيضا جهود تطوير منشآت التعليم العالي في مصر وسير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء احمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر، حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي عرض كذلك خلال الاجتماع الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية، بما يعيد للمدينة رونقها ويخفف من تحديات تواجهها بسبب احتياج العديد من المباني للترميم وزيادة الكثافة السكانية في تلك المناطق، بما يمثل ضغطا إضافيا على المرافق. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة من جميع الأوجه، مشددا على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة للمدينة التاريخية، مع تيسير حياة المواطنين ونفاذهم إلى المرافق والخدمات وزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن للمواطنين حقهم في بيئة نظيفة خالية من التلوث، فضلا عن ربط المزارات الأثرية والسياحية في إطار خطط تعزيز السياحة المحلية والأجنبية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الطفرة الحقيقية لنمو الاقتصاد المصري تتحقق من القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة. جاء ذلك في ختام جولة رئيس الوزراء لعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني في الإسكندرية والبحيرة. الطفرة الحقيقية والاستدامة لنمو الاقتصاد المصري هتتحقق من القطاعات الأساسية: الصناعة، الزراعة، الاتصالات، مجموعة كبيرة جدا من الصناعات اللي احنا النهاردة مركزين عليها. اهم شيء النهاردة زي ما حضراتكم شايفين، احنا يمكن في الزيارة بدأنا بمركز التلقيح الاصطناعي، والهدف منه شيء مهم جدا، ان احنا ازاي بنطور السلالات الثروة الحيوانية اللي عندنا. مصر طول عمرها مشهورة بنوع الجاموس او البقر المصري، وده كان ليه قدرة معينة في انتاج اللبن واللحوم. في انواع كتيرة جدا ابتدينا نستوردها، وبدأت انها بنلاقي انها بتنتج لحوم والبان اضعاف مضاعفة للمنتج للاصل المصري او الراس المصرية. عشان كده يمكن المركز اللي احنا شفناه هو مركز تلقيح اصطناعي، علشان ازاي ان احنا نستولد هذه الرؤوس الاجنبية من خلال اسس علمية على اعلى مستوى في العالم، وبنقدر ان احنا من خلال المركز ده نتيح فعلا ما يطلق عليه الاسس او السل اللي هو نقدر منه ان احنا نولد لرؤوس ماشيه محسنه من خلال السلالات المصريه، او ان احنا نستمر في استدامه السلاله الاجنبيه.
كما أكد رئيس الوزراء أن الاعتماد على تطبيق أحدث نظم الري الحديثة أساسي لتقليل استغلال المياه وزيادة إنتاجية الفدان وتقليل الاعتماد على الأسمدة. احنا زرنا مزرعتين او مكانين مهمين جدا. الاولاني ويمكن كنتوا حضراتكم معانا عن مساحة كبيرة جدا فوق 800 فدان بيزرع الفراولة والبروكلي، والاهم ان غالبية العظمى من هذا المنتج للتصدير. ويعني لما سألت حتى صاحب المزرعة وهو قطاع خاص قال لي انا اكتر من 80% من انتاجنا للتصدير. اهم شيء هنا ويمكن اللي احنا انا كنت حريص جدا ان احنا نشوفه ان ازاي تطبيق احدث النظم الري الحديثة العلمية اللي هي بتقلل استهلاك المية بصورة كبيرة جدا. السؤال اللي كنت بسأله له انت المية بتاخد قد ايه مية للفدان في اليوم؟ قال لي ما بين 15 ل 18. فبالتالي دول لما بنضربهم على مدار السنة يبقى الفدان بيستهلك حوالي 6000 متر مكعب في السنة. ده طبعا النظم التقليدية بتاعتنا اللي في الاراضي القديمة بنلاقي ممكن بنصل الى 10000 وممكن 11000 متر مكعب في السنة، يعني ضعف كمية المية. فهو ده النقطة الجوهرية في اللي احنا شفناه النهاردة، ازاي من خلال هذا الموضوع النظم الري الحديثة ازاي بنزود انتاجية الفدان بتاعنا. والاهم لما بيزود الانتاجية وبيقلل المية بيقلل الاعتماد على الاسمدة، فبيبدأ يبقى المنتج عضوي. انا بقول كل الكلام ده عشان اشجع فلاحينا في كل مكان ان هم هذا النموذج بيحقق وفر كبير جدا، انتاجية اعلى بكتير، وبيبقى قدرة على ان المنتج ده منتج عالي وبيتباع بسعر اعلى واغلى بكتير، وبيبقى عندك فرص تصدير. كذلك اكد رئيس الوزراء ان مصر من اعلى دول العالم في انتاج وتصدير الموالح، مشيرا الى ان مصر لديها اسس عاليه في تكوين المنتج مما ساهم في التعامل مع اي مشكله يمكن ان تواجه التصدير. مصر من اعلى دول العالم، يعني اذا ما كناش بقينا رقم واحد في الموالح لكن بقينا فعلا من اعلى دول العالم في تصدير الموالح، انتاج وتصدير الموالح. وهنا مره اخرى زي ما حضراتكم شايفين بنتكلم على اسس علميه عاليه جدا في تكويد المنتج، عشان ابقى ضامن ان لو في اي لحظة احنا كان بيحصل عندنا مشكلة هقولها لحضراتكم من فترة، ان لما كان بيبقى اي شحنة تصديرية بيحصل فيها مشكلة ممكن الدولة اللي استقبلت هذه الشحنة تروح موقفة استيراد من مصر بالكامل. النهاردة لا، من خلال هذا النظام، نظام التتبع والتكويد، انا ببقى عارف كل شحنة خارجة منين، وبالتالي لو حصلت مشكلة اقدر اقدر اخد الاجراء ضد المكان اللي خرج هذه الشحنه، وما وقفش تصدير كل المنتج او المحصول من مصر. انما الاهم كمان بيساعد المنتج النهارده ان هو يطبق احسن الاسس العلميه وافضلها واعلاها واخرها، وينوع في وزن المنتج ونوعه وشكله، لان كل نوع من دول بيروح لدوله شكل، والمزاج العام في كل دوله بيختلف عن الدوله الاخرى. لكن الاهم الرسالة النهاردة وده اللي احنا كلنا بنأكد عليه يمكن انا ومعالي الوزراء زملائي، التشجيع الكامل للقطاع الخاص انه ينطلق في عملية التصدير والانتاجية. اي مشاكل او عوائق بتواجهه بنحاول نحلها له على الارض واحنا موجودين معاه، علشان هدفنا مضاعفة صادراتنا وقدراتنا الانتاجية. وكان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قد أكد أن جولته في الإسكندرية والبحيرة تستهدف متابعة المشروعات في مجال توسيع الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية للتعرف على احتياجاتها وتوفير فرص النمو لها. وأضاف مدبولي أن هذه المشروعات ترتبط باستثمار الإمكانات الوطنية وتنمية الموارد وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج دعما للاقتصاد. وفي مستهل الجولة استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الزراعة حول أهم الاستثمارات المستجدة في المجال الزراعي بمنطقة النوبارية، وذلك في إطار خطة التوسع الأفقي والخروج من الوادي الضيق والدلتا إلى الأراضي الصحراوية والجديدة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الاهتمام بالثروة الحيوانية يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء مركز التلقيح الاصطناعي المطور بالعامرية الذي يعد من أهم المشروعات التي تستهدف رفع مستوى إنتاجية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي للسلالات عالية الجودة. وقال وزير الزراعة إن المركز تتركز مهامه الأساسية في إعداد وتنشئة عجول محسنة وراثيا مع تحسين المستويات الإنتاجية للألبان واللحوم للسلالات المحلية، وكذا تدريب الملقحين البيطريين على أفضل الطرق العلمية الحديثة المستخدمة في مجال التلقيح الصناعي، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية للخريجين والمهتمين بهذا المجال بهدف نشر الوعي الخاص بأهمية التلقيح الصناعي. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج من المنتجات الزراعية خاصة من الموالح، بما يسهم في زيادة نمو الصادرات في هذا المجال الواعد وفتح أسواق جديدة. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء محطة تعبئة البرتقال واليوسفي التابعة لشركة القاهرة للاستيراد والتصدير. من جانبه أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع يعد أحد المشروعات الناجحة التي يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، مؤكدا أهميته لتحقيق وفرة في محاصيل الموالح وزيادة جودة الإنتاج من المنتجات الزراعية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية كبيرة. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك تكليفا رئاسيا لإقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي. وخلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية أشار معيط إلى إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدف الاستراتيجية في الجمهورية الجديدة، منوها إلى أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل سيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر القادم للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة. في إطار زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رئيس مجموعة البنك الدولي آجي بانجا. وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالشراكات بين مصر ومجموعة البنك الدولي في إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027 الذي أطلق خلال العام الماضي، ودور مجموعة البنك الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وقالت المشاط انه من خلال اطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة فان مصر تعمل على تعزيز اولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية لتنفيذ المبادرات المستهدفة، ما يؤدي الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2023-2024 على الموقع الإلكتروني اعتبارا من غد الأحد، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 من فبراير القادم.
وأضافت الوزارة أنه على الطلاب تسليم الاستمارات للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق 11 فبراير، وأن آخر موعد لتسليم الاستمارات للمدارس يوم الخميس 29 فبراير القادم، مشيرة إلى أنه لا يسمح بقبول أي استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة. وبعد أن رفع أذان المغرب بالقاهرة، نوالي على حضرتكم تقديم الأخبار. وفي إطار مكافحة التدخين وبمشاركة 11 دولة عربية، أعلنت المنظمة العربية لمكافحة التدخين بمدينة الإسماعيلية عن الفائزين بالجائزة العربية لمكافحة التدخين. في إطار العمل على مواجهة ومكافحة ظاهرة التدخين بالوطن العربي، تم الإعلان عن الفائزين عن المؤسسات والجمعيات والأفراد بإحدى عشر دولة بالوطن العربي للمسابقة العربية لمكافحة التدخين مكين، كأحد الخطوات المهمة لتوفير مكتبة عربية متكاملة يمكن اللجوء إليها لوضع برامج واقعية لمواجهة التدخين. كانت الفكرة إيه بقى؟ نحن نعمل حشد الجهود العربية ومكتبة عربية في موضوع مهم قوي اللي هو الوقاية. المكتبة العربية دي تتمثل في ايه؟ تتمثل في قصة قصيرة، في اغنية، في صورة، في جرافيك، في موبايل ابليكيشن. لقينا استجابة من 11 دولة عربية، وال11 دولة العربية الحقيقة كانوا حريصين جدا ان يقدموا اعمال. شكرا لكل الناس اللي حاولت انها تحجم الآفة دي، سواء منظمات حكومية، اهلية، افراد، اي حد شارك باي عمل او اي مشروع او اي بحث ان هو يقول لا للتدخين، فإحنا النهاردة جايين علشان نكرمه. الفائزون بالجائزة العربية لمكافحة التدخين أثنوا على فكرة الجائزة والمشاركة الكبرى من قبل 11 دولة عربية كأحد المبادرات العربية للعلوم الإنسانية لتوفير حياة صحية آمنة للمواطن العربي. برنامج اللي فزنا فيه برنامج الحج والعمرة لعمل منطقة مكة أو مدينة مكة نقية من التدخين، وكان البرنامج زاد عن 250 ألف شخص عملنا لهم التوعية. حنوعي الطلاب الصغار قبل ما يدخل مرحلة المراهقة بضرر التدخين وخطر على المجتمع. المواطن أو المقيم الموجود في المملكة العربية السعودية أينما كان تواجده بيقدر يتواصل معنا افتراضيا من غير ما بيجي للعيادة، بنتكلم معه، بنقدم له خدمة افتراضية بحيث انه العلاج يوصل طبعا لحد ما هو موجود. المشروع كان عباره عن دعم لثقافه المنع التدخين، ازاي انه يبقى في جوائز مختلفه وانشطه مختلفه رياضيه وانشطه توعويه. مشاركه العديد من الدول العربيه بزخم كبير في المسابقه العربيه لمكافحه التدخين خطوه مهمه تؤكد حرص الوطن العربي على مواجهه الظاهره بشكل واقعي. محمد حلمي، التلفزيون المصري. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام حركة دخول مختلف شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لقطاع غزة، إضافة إلى شاحنات الوقود. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معبر رفح مراسل أخبار مصر الزميل محمد عبد الصبور. محمد، كيف يبدو المشهد لديك على معبر رفح وحجم المساعدات التي تتأهب للدخول إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة؟ تحياتي سهام، تحياتي أشرف. في البداية أنا في العريش، هناك مساعدات إنسانية وإغاثية وغذائية كثيرة قدمت إلى مدينة العريش تمهيدا لإرسالها إلى معبر رفح ومن ثم دخولها إلى قطاع غزة. اليوم دخل 6 شاحنات للوقود، منها 4 للغاز و2 للسولار، علما بأنه لم يدخل شاحنات للمواد الغذائية أو الإغاثية اليوم، لأن يوم السبت دائما المعبر أجازة لدى الطرف الإسرائيلي. أيضا مطار العريش استقبل طائرة صينية منذ صباح اليوم، وبالفعل تم تفريغ حمولتها في المخازن المخصصة لها والتابعة للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، وكان على متنها عدة أطنان من البطاطين والخيام والأدوية والمواد الغذائية. أيضا في تمام الخامسة هبطت
طائرة تركية على متنها أيضا أطنان من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية، تمهيدا لترتيب وتنسيق مثل هذه المساعدات وإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. أيضا دائما وأبدا المعبر يعني مفتوح ويقدم كل ما يلزم من مساعدات، ولكن مسألة عدد الشاحنات التي تدخل إذا كانت قليلة أو كثيرة وفقا لاحتياجات قطاع غزة دائما بيكون الجانب الإسرائيلي هو المتسبب في تعطيل هذه المساعدات بما يتبعه من إجراءات معقدة سواء في التفتيش أو سواء في طول المسافة التي يجب على السائق أن يقطعها وهي 40 كيلومتر حتى منفذ العوجة ثم العودة 40 كيلومتر مرة أخرى بعد عمليات تفتيش مطولة وسواء بطريقة يدوية أو بطريقة إلكترونية مرافقة لهذه الشاحنات حتى دخول. الزميل محمد عبد الصبور مراسل أخبار مصر كنت معنا مباشرة من مدينة العريش، شكرا جزيلا لك. هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 99 على التوالي مخلفا وراءه المزيد من الشهداء والمصابين. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال طواقم الدفاع المدني جثامين 20 شهيدا بينهم أطفال ونساء إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرك بمدينة غزة، فضلا عن سقوط مزيد من الشهداء في مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع. وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 23,800 شهيد، إلى جانب أكثر من 60,000 جريح وآلاف المفقودين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 21 طائرة أوكرانية بدون طيار، كما دمرت 8 صواريخ من طراز هيمرس خلال اليوم الماضي، وقد أطلقت روسيا 40 صاروخا ومسيرة على مناطق مختلفة من أوكرانيا، مضيفة أنها نفذت هجومها بمجموعة واسعة من الأسلحة بينها صواريخ كروز وصواريخ باليستية وصواريخ مضادة للطائرات ومسيرات، واستهدفت مصانع أسلحة في أوكرانيا. من جانبها أعلنت كييف أن المقذوفات الروسية إما أنها سقطت في الحقول أو انفجرت في الهواء أو طالتها وسائل الحرب الإلكترونية الأوكرانية. تعهد لاي تشينغ تي الفائز بانتخابات تايوان الرئاسية بالدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي في مواجهة ما أسماه الترهيب الصيني، وقال في كلمة له أمام أنصاره أنه مصمم على حماية تايوان من التهديدات والترهيب المستمر من بكين. من جانبها أكدت الصين أنها ستتمسك بمبدأ الصين الواحدة مع تايوان، وشددت على معارضتها لأي إجراءات انفصالية من تايبي مؤكدة أن إعادة التوحيد مع تايوان حتمية. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الرئيس السيسي وجه بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية. في ختام جولة بالإسكندرية والبحيرة، رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع في المشروعات الزراعية والحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ودائما يمكنكم متابعتنا عبر مسبيرو.eg. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.